في حكم المحكمة الدستورية، لأن المحكمة الدستورية حاسة إن في ظلم للمؤجرين، فأصدرت حكم بيطلق عليه حكم الحفيد. الحكم ده الصادر من المحكمة الدستورية نشر في 14/11/2002. الحكم بيتضمن إيه؟ الحكم بيتكلم على إن لو المستأجر الأصلي توفى قبل 14/11/2002 يمتد العقد لزوجته وأولاده، لزوجته وأولاده ووالديه. ده قبل إيه؟ 14/11/2002. اكتب الحتة دي. حكم صدر من المحكمة الدستورية في القضية رقم 70/18 قضائية. ممكن تجيب الحكم ده. الحكم ده بيتضمن شقين: حالة وفاة المستأجر قبل 14/11/2002، العقد يمتد للزوجة والأولاد والوالدين، ويطلق على المجموعة دي مستأجرين أصليين. بمعنى إيه؟ بمعنى إن لو الابن اللي امتد له عقد الإيجار توفى يمتد لابنه وزوجته. ده قبل كام؟ قبل 14/11/2002. أما بعد 14/11/2002 يمتد برضو للطائفة دي، بس إذا مات الابن لا يمتد لمين؟ للأولاد أو الزوجة، يعني ما يمتدش للحفيد. ليه؟ لأن قبل 14/11/2002 كانت المجموعة اللي بيمتد لها العقد بيطلق عليهم مستأجرين أصليين، بمعنى إن هو لو توفى الابن ده وكان متجوز يمتد لزوجته ويمتد لمين؟ لابنه اللي هو الحفيد بتاع المستأجر إيه؟ الأصلي. طب بعد 14/11/2002 إذا توفى المستأجر الأصلي يمتد للزوجة والأولاد وكده، بس المرة واحدة بس. بمعنى إيه؟ لو الابن توفى لا يمتد لزوجته ولا يمتد للحفيد، لأن المحكمة الدستورية استشعرت أثر هذا الحكم وما طبقتهوش بأثر رجعي. قالت لك لا، في قبل وفي بعد. لو توفى قبل المدة دي 14/11/2002 يمتد للطائفة اللي نصت عليها المادة 29 اللي المحكمة الدستورية برضو حصرتها. كان الأول العقد ده بيمتد للمصاهرة والنسب والمساكنة، يعني انت لو جاي من أرياف أو جاي من الصعيد ومعاك أخوك صغير كده وعملت عقد إيجار وجيت انت والعياذ بالله توفيت أو طرقت، بيمتد لأخوك. دي اللي هي المساكنة، بيعتبر فيه مساكنة. المحكمة الدستورية أبقت مجموعة وحيدة يمتد لها عقد الإيجار، اللي هي الأولاد والزوجة والوالدين، بشرط أن تكون ليهم إقامة قبل الوفاء والترك. وكانت المشرع كان بيشترط سنة مدة الإقامة دي، ألغى السنة. يعني لو بنت متجوزة وطلقت وهي مش حاضنة عشان يبقى ليها مسكن زوجية، ورجعت بيت أبوها اللي هو المستأجر الأصلي وأبوها توفى بعد أسبوع، يمتد ليها عقد الإيجار. لأن القانون اشترط عشان امتداد عقد الإيجار إن يكون في إقامة بقصد إيه؟ بقصد الاستمرار. وحتى محكمة النقض قالت لك أن يكون المسكن ده للي جاي عشان يمتد له يكون مغداه ومراحه. مغداه إيه؟ مغداه وإيه؟ مراحه، يعني ده الهدوء بتاعه. يعني أنا أخلص محاضرتي وأطلع على بيتي، هعمل أكل، هأكل، ده المكان الإيه؟ يعني بعتبره موطن ليا. فعشان يمتد الإقامة
لابد ان يكون متخذ المكان ده. فالمشرع والمحكمة الدستورية استشعرت هذا الخطر. كانت الأول بتشترط عشان يمتد عقد الإيجار إن يكون في سنة، بيشترط عشان يمتد عقد الإيجار إني بيمتد للحفيد وي. المحكمة الدستورية خففت وأبقت طبقة واحدة بس اللي هي الوالدين والزوجة والأولاد. آخر حكم بقى اللي هو في 2002 مسألة إني لا يمتد إلا للحفيد إذا كان بعد 14-11. المحكمة الدستورية برضو اتعاملت مع الشخص الاعتباري. كان الأول ما تقدرش ترفع دعوة على شريعة، لا يعني حكومة أو وزارة التربية والتعليم مستأجرة منك وانت شخص طبيعي، مستأجرة منك مدرسة، ما كانش بيعامل كأنه شخص طبيعي. لو شخص طبيعي وتأخر فيه أو توافر في حقه الأربع شروط اللي احنا قلنا عليها، التأخير والتكرار، يخلى. آخر حكم من أحكام المحكمة الدستورية اتعامل مع الشخص الاعتباري على أنه شخص طبيعي. إذا تأخر في القيمة الإيجارية، إذا قرر التأخر في القيمة الإيجارية، إذا غير واستعمل وسبب ضرر، ورغم أن هي حكومة، بيخلي العين.